FM أحلى راديو 8:11 دقيقة. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من 7-9 مع شكيب درويش ومجد ولين شيرني. ذكركم أنتم اللي تنجموا تابعونا على نوتخ باج فيسبوك راديو FM، كما تنجموا تفرجوا فينا على المباشر سور نوتخ شان يوتيوب FM TV. وما زلنا مكملين في يهمني ولا ما يهمنيش. احنا برشا نحكيوا على تونس والعيشة اللي صعبت والمواطن اللي فلس اللي قالت عليه مجد ولين قبيلة والمقدرة الشرائية اللي هابطة. أما ثم واحدة مصرة إنها تونس شوالي دبي في المرحلة المقبلة. تتفكروها الكل ليلى عبد اللطيف كمامة؟ بهيش كيفاش عرفها اللبنانية؟ العرفة المنجمة اللبنانية تقول لك أنا ما زلت متمسكة اللي تونس باش تولي كيف ما دبي، واثقة إنها باش تكون ترى فيها يعني في مشهد إعمار، في مشهد نمو اقتصادي، باش تكون السياحة أحسن مما كانت عليه، وتقول إنه باش تفتح منتجعات سياحية. اسمعني يا شكيب رد بالك، تفتح منتجعات سياحية كبيرة على المدى القريب، زادة كور تيرم، معناها مش ني لون ني موين تيرم، توا معناها. واعتبرت انه الشعب التونسي واعي ولا يوجد شيء يستدعي الخوف في تونس، وانه او جايك هذاك نص الكاس الحلو نص الكاس الفارغ او اللي تعب شويه، العالم العربي باش يشهد كوارث طبيعيه اخرى، وانه بلدان الخليج باش تشهد تساقط الثلوج، وانه باش يصير زلزال باحد الدول العربيه ولكن ماهوش باش يكون مدمر. كما توقعت تعرض الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى ازمه صحيه حاده. هاي افرز افرز يا شكيب. ولا يا ربا فيك باله، معناها تحلت غيبه خوله في هذايا. يلزم واحد يفرز. أنا مش عارف، توقعت انه اللي صار في لبنان ولا ايه، خاطر ما عرفش التفجير نتاع بيروت ومرفع بيروت. صدقني تبعتها سينو، راني جاوبتك. اي امينه قالت لك اي توقعته زعما يا امينه حن علينا ربي وليو كيما دبي. لا بصراحه وفال خايب هذه ليلى عبد اللطيف، بصراحه فال خايب. وين تخرج باش توعدنا وتبيع لنا انه مش وليك يوم دبي لو تصير كارثه؟ بصراحه نتمنى انه تسكت ولا شوف شكون يسكتها. عراف صحيح، عراف تونسي سكتها. شو اسمه محسن عيفة مجدي ولا تاع البراد؟ لا اسمع، وصتني قالت لي ريت ما عندي ما نحكي انا في ليلى عبد اللطيف غير ما تعطيني الكلمه. هذا حطيناه بالذمه الخوله، خوله غلط. يلا نرجعوا للي اكثر جديه ربما، ولا اش قال لكم نمشيوا لنفوت خفيكم مع الفا مادام وصلنا 8:14 دقيقة على اي اف ام احلى غاديو. قايد مع الفا احوال الكياسات ورجعينكم اي اف ام احلى غاديو 8:18 دقيقة. رجعنا لكم وما زلنا مواصلين في يهمني ولا ما يهمنيش، ويهمني زادة اني نحكي على يوم العلم وهذه العادة السنوية، موكب الاحتفال بيوم العلم اللي كان نهار سبت. لكن هوني ناخذ كلام رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي يقول السياسة دخلت التعليم كالحشرة التي تنخر الثمار وتفتك بالزهور. وهوني في نقد ربما للمنظومة التربوية التعليمية في بلادنا، يقول للبرامج التعليمية في تونس أدت إلى الضياع وكل مظاهر التطرف. يا شكيب، وقت اللي رئيس الجمهورية يقول لك كلام هذايا وقت اللي رئيس الجمهورية يقول لك كلام هذايا على حاجة مهمة جدا، نحكيو على برامج تعليمية باش تكون أجيال، باش تفتح أبواب المستقبل للجيل اللي باش نسلموه الشعلة فيما بعد، واللي باش يقوم بالبلاد ويقودها وياخذ دواليبها، إيش عملنا وجا مليح؟ من المسؤول على ذلك؟ وكيف سبيل للرقي بتعليمنا ببرامجنا التعليمية؟ وإحنا نسمعوا عنا سنوات توا الشروع في إصلاح المنظومة التربوية وما إلى ذلك، وهاو باش تبدأ استراتيجية كاملة معناها تحدث فيها أكثر من وزير، وتوا حل السرة كتاب أبيض، حل السرة تلقى الخيط كهو. هاي الحديث عن كتاب أبيض لإصلاح التعليم. ساعة شوف ما يلزمش يفوتنا ساعة قبل في أنه نهني وكل التهاني للمتفوقات والمتفوقين قبل المتفوقين اليوم أكثر عدد اللي هم أكثرية. هذا واحد. اثنين، عندنا شكون جاب فوق العشرين؟ هذا الذكاء التونسي وذكاء الشباب التونسي. الباهي انه زاد التكريم صار، وانا عجبتني انه متنوع التكريم ومتعدد، اكاديميات على تكوين مهني على. انا الخلطه هذيك صراحه معناها فرحت بها وسعدت بانه الشابات وشباب انه يتم تكريمهم، فهذا مهم لتونس، مهم للذكاء التونسي ومهم للتفوق التونسي، حاجه الصراحه تشرف وتفرح. هذا واحد. اثنين، أنا رئيس الجمهورية ما ريتلوش برنامج لإصلاح التعليم مثلا في الحملة
الرئاسية متاعهم، فماش حديث تقولي لا هذا مش من صلاحيات رئيس الجمهورية فاش قام يتم تناول الموضوع ذاك، فمش كون نجم يقولك زادة بدرجة أمن قومي نجم الأمر يهم ويخص. ثلاثة كالعادة نرجع نقول سيد الرئيس أنا من الشعب اللي تخفى عليهم الخافية لأنه مش مقصود أنه حشرة مش مقصود أنه سياس، لأنه نحن بنتيجش عنا زوز مشاريع إصلاحية تعليمية كبرى في البلاد، هذا معلوم لكل الناس. عندك مشروع المسعدي وقت بورقيبة الله يرحمه، وعندك زادة مشروع محمد الشرفي، هذوما يبدو لي ما نعرفش كان فاتتني حاجة، أما هذوما زوز شانتيات كبار في إصلاح التعليم اللي تفتحوا وعندهم المخرجات متاعهم. شنو المقصود بالضبط؟ هل أنه هذا انتقاد للمسعدي والبرنامج متاعه والبرقيبة من 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 بعده؟ هل أنه هذا انتقاد للشرفي وبرنامج الشرفي؟ الصراحة نحن هو في حاجة، أنظمة التعليم في تونس لا تختبر ذكاءنا بل تختبر ذاكرتنا. هذا معك فيه، ولكن الموضوع عن الثمرة والسياسة وكذا وغيره يبدو لي موش وراء حركة النهضة، يظهر لي المشاريع التعليمية هذه في البلاد والإصلاحات التعليمية مش وراء حركة شكيب. نكونوا واضحين، في وقت من الأوقات سويست مسألة إصلاح المنظومة التربوية الوزارة الكلها، ونذكروا الحرب اللي كانت قائمة مثلا ناجي جلول وقت اللي كان وزير التربية والتعليم، تم تسييس الملف هذايا كغيمان، وفي الأخر التقدم المنشود في الملف هذايا وفي الموضوع هذايا ما صارش جراء التجاذبات السياسية. في وقت من الأوقات استعمل ملف التعليم والتربية لهذا الغرض. شوف في الموضوع هذايا بالذات اللي عمله ناجي جلول وخرج بكتاب أبيض قال لي إصلاح التعليم، نذكروا أنه فما ثلاثي وقتها تولى الموضوع هذايا، معناها اللي هو يقودي بيلوتي معناها موضوع الإصلاح، نعرفوا عندك وزارة التربية من جهة، وعندك المعهد العربي لحقوق الإنسان من جهة، وعندك الاتحاد العام تونسي شغل. يبدو أنه شخص ناجي جلول هو اللي كان سبب في أنه يوتر ويفلق هالمثلث ولا الثلاثي هذا، وما أتممشي ما يلزم. علاش كي مشى ناجي جلول وتم ما يجب أن يتم؟ هذا هو يفترض أنه نرجع للثلاثي هذا لقيادة العملية الإصلاحية، وأنه علاش ما يكونش موضوع محل حوار، وأنه الرئاسة تدخل على الخط إذا عندها ما تدلي بدلوها في الموضوع ذاك. خلينا الموضوع نتهي منه، لأنه ارتجلنا وارتبكنا حتى زمن المدرسي، مرة كل مرة زمن مدرسي معين يفترض قيد باش نحطوا حاجة على سقيها على السكة الناس كل تحضر تقبل بها، وخلينا نشوف تكون عندها إن شاء الله مخرج. على مستوى الشخصيات اللي تم تكريمها وش يخليك تعلق مجدولين، جدل كبير حول تكريم محمد الحامدي وزير التربية السابق، برشا قالوا شنو اللي عمل، عام دراسي قصير جدا وما كانش طويل، وشنو الإنجازات اللي قام بها. ثم أيضا الموضوع اللي صار فيه لغط كبير وحكيوا فيه التوانسة، حرمانة طالبة سيرين نيلي من التكريم باعتبارها هي صاحبة أعلى معدل، يتم تكريم طالبة أخرى في يعوضها أقل منها معدل واللي هي منتمية المدرسة العليا للتجارة بمعدل 16.17، في حين أنه سيرين النيلي اللي هي بنت معهد الصحافة وعلوم الأخبار ومتحصلة منها على ماجستير كانت عندها معدل 16.59. وهوني كل اللوم على جامعة منوبة اللي راسلت رئاسة الجمهورية على أنه أفضل معدل هو لأحد الطالبات غير سيرين النيلي اللي عندها ما يؤكد أنها الأفضل معدلا. مجدول، أنا نتمنى إذا كان يعني المعطيات هذه صحيحة يتم تدارك الأمر وتكريم يعني الطالبة، على خاطر راهو ساعة أي واحد متفوق في الدراسة متاعه راهو هذا تكريم رمزي، معناها برشا اللي بتاتخ ما جاتهمش الفرصة باش يكرمهم رئيس الجمهورية. نحب نقول لهم راكم كل واحد في الوسط اللي هو فيه راهو ناجح وممتاز، وما تقفوش على معناها تكريم قدموا في حياتكم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بربي خد باش نرجع الكلمة ذكاء وذاكرة، راهو ما نجموش نحكيو على نجاح دون ذكاء وذاكرة، خاطر كلاهما مهم للبناء وللوطن. زادة تنجمش تحكي انت على بناء وعلى مستقبل من غير ما تحكي على ذاكرة. الشعوب راهي تحتاج الذاكرة متاعها، كيف أجيالنا وشبابنا يحتاج الذاكرة متاعه. طب باش نحكيو على الإصلاحات الكبرى، سي توتا في نورمال باش نلقوا اليوم غيالمون بالحق عندنا إشكال في المنظومة التربوية متاعنا، لأنه اللا استقرار السياسي اللي يجيب برنامج يجيب رؤية، راهو ماهيش نقصتنا البرامج والرؤية وما عندوش الوقت باش ينفذها، لكن شنو يبدأ ويجي اللي بعده يراجع. كل مرة نجربوا في حاجة من غير ما نحطوا ديزوبجيكتيف ومن غير ما نحطوا البوزيتيف والنيجاتيف، أنا نقول إن شاء الله الحكومة هذه تلقى الإصلاحات
استقرار على الأقل على المستوى السياسي باش بالحق تتمكن من القيام بالإصلاحات الكبرى. مادامنا نحكيوا على الذاكرة، يوسف الشاهد ارجع شوية بالذاكرة التالي ويتحدث على علاقته بالباجي قايد السبسي الله يرحمه. يقول أنا ابن الباجي قايد السبسي سياسيا وأنه أقرب شخص إليه، وأكد أنه من يتهمه بخيانة الباجي هم الذين خانوه، وأنه الوحيد اللي لم يدلي بتصريح ضده، وأشار إلى أنه أحد الأشخاص اللي ظهر بالبكاء عليه يوم مات كان يصفه قبل 3 أيام برئيس المافيا. تصريح إعلامي كان مطول بالنسبة ليوسف الشاهد رئيس تحية تونس، يقول أنه كان وراء الإطاحة بحكومة الحبيب الجملي لأنه حكومته ما كانتش صالحة لتونس، كما حكى على أو انفاء أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد طلب في اجتماعه بالأحزاب نهار الاثنين اللي فات عدم التصويت لحكومة المشيشي، وأكد أنه سعيد اقتصر فقط خلال الاجتماع على عرض السيناريوهات الممكنة اللي يحددها الدستور، وأنه شدد على أنه ما يكونش هناك فراغ دستوري، واعتبر أنه بعض الأطراف ركبت على الحدث. إيش قولك في تصريحات الشاهد؟ يهمك ولا ما يهمكش؟ لا يهمني، يعنيني بالطبيعة. وتجربة الشاهد مهمة، أنه واحد يحط عليها الكشافات الكل باش يخرج الغث والسمين فيها، الحلو والمر. لا أنا قصة أنه خان البيجي وكذا بصراحة أمر ما يعنينيش، من العكس فأنا نحب شخص طموح أنه يتفطم زاد سياسيا مهم أنه يخرج من جلباب البيجي، ولا يقلقني ولا أذيك السياس، وما ينغرش الواحد، وما نصورش كان زاد البيجي كان من الناس اللي ينغروا في مثل الموضوع هذا. اشتد ساعده رمى البيجي، رمى أمر يخصه ويعني، لكن الخيبة الكبيرة أم الخيبات نتاع يوسف شاهد أنه ما نجمش يكون بديل عن نداء تونس، ما نجمش يصنع ربيع العائلة الوسطية، ما نجمش يعبي معناها الوسط وراه، وهذه مشكلة. ما نجمش يعمل تحية تونس اللي ماشي ويضعف ويهزل، معناها السياسيين ما عملش منه قوة ومحرك وقاطر يجمع وراه العائلة السياسية، فضلا على أنه اللعب في الأرقام، فضلا على أنه البيلان تاعه كان بيلان ضعيف. هو أطول حكومة في على الأقل ما بعد مش ما على الأقل تقريبا قعد 3 سنوات كرئيس حكومة، ما بعد 2011. شخص تعلم فينا الحجامة، شخص متوسط جدا، كنت أقولها من قبل، أنا التقيته مرة واحدة وحكينا في أكثر من مسألة، استقبلني كما يلزم بصراحة بتربية كبيرة ياسر، ولكن ديما كان عندي يقين في أنه شخص متوسط في حاجة، شخص نحن استثنائي، شخص معبي ليدرشيب، كاريزما، يعرف وين يمشي، شخص عنده تخصص دقيق جدا، مش فاهم الدولة، ويبدو أنه كان نغار ياسر. شفنا نستعمل مع في وزارة الطاقة اللي عملوا خايب برشا عركة، لأنه باش يخلفوا فلان معناها نحى وزارة شطب على وزارة الطاقة كاملة، برشا وزارات شطب عليهم، كان عيب هذا كبير في حق يوسف الشاهد. البيلان تاعه أنا نصفر من الصفر بيلان يوسف الشاهد الاقتصاد الاجتماعي، ونصفر بالصفر البيلان السياسي بتاعه. هو ما حكيش فقط على الماضي البعيد والماضي القريب مجدولين، حكى على مستقبله السياسي والمهني، وقال انه بعد 5 سنين في الحكومة، منها اكثر من 3 سنوات كرئيس حكومة، اختار انه ياخذ مسافة باش يفكر فيها، باش يتأمل ربما، وقال انه سيتم في الفترة القادمة اعادة هيكلة، وصفها بالمعقدة نوعا ما داخل تحية تونس، وانفى ما يروج على خلاف بينه وبين القيادي في الحزب سليم العزابي، ويقول انه البعض حاول تغذية الخلاف هذا وانه في تواصل يومي معه. انا باش نرجع شوية التالي، خاطر وقتها ليباك وقت اللي ربح حزب نداء تونس 3 رئاسات راهي تتبع نداء تونس، رئاسة الجمهورية عند سلباجي قايد السبسي يرحمه، رئاسة مجلس نواب الشعب عند محمد الناصر، ورئاسة الحكومة عند سي الحبيب سيد، ثم عند سي يوسف الشاهد. لكن للأسف شنو اللي صار من بعد؟ اللي صار كبرش عباد اللي عندها كانت عاطية ثقة وكانت أحلامها خلينا نقوله في تحسين الوضع تحطت في نداء تونس. اللي صار من بعد كانوا برشا 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 أطراف باعوا الطرح تو سامبلومون، اللي مشى يعني ولا يحلم في الخلافة بالمنطق بالمنطق يعني المدني بالمعنى المدني، واللي ولا معناها ترميه في حجر النهضة. وأقلية اللي بقينا جدي بيان أقلية اللي بقينا أوفياء المبادئنا وتهرسلنا دايوخ في الأخر بالوحدة تفتفتنا. هو شو رو باهي كل سياسي؟ طب بالنسبة ليوسف الشاهد باهي كل سياسي ومسؤول يراجع روحه ويقيم روحه وياخو فترة باش يفكر وباش يتأمل أغلاطه، حاجات الباهية والحاجات الخايبة. بالنسبة لموضوع المرحوم سلباجي قايد السبسي نقول الله يرحمه، وهو الوحيد اللي خذا معاه غصة اللي خانوه والمحبة متاع العباد اللي حبيته بصدق. وكاو 38 دقيقة على يا فما أحلى راديو قايت يا فام إكسبريس مع سلمى هلال ومواصلين.
إيه فهم على غاديو 8:41 دقيقة. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من سيت نوف مع مجدولين الشيرني وشكيب درويش. يهمني ما يهمنيش طويلتها وأنا مازلت نطول في الكلمة اللي تخلط علينا مجدولين الشيرني. شنو هو باش نحكيو في آخر خبر يهمني ما يهمنيش قبل ما نتعدي انفو لاندوكس. خالد الكريشي النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بحركة الشعب يعلن في تدوينه على صفحته الرسمية بالفيسبوك استقالته من الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، رغم أنه من بين مؤسسيها ويعتذر على دفاعه تطوعا عن المتهمين في قضايا الإرهاب قبل 14 في 2011، وقال أنه الإرهاب ليس فزاعة بل له حاضنة سياسية. يهمكم ولا ما يهمكمش؟ يهمكم مجوز. نبدأ بيك مجوز. برشا زادة. وأخيرا وأخيرا اعترف أحد الحقوقيين والسياسيين أنه لا مجال لحقوق الإنسان كي تبدأ القضية وطن والمجرم حاضنة سياسية. وأخيرا، لأنه كلامه لنا أنا واحدة من العباد نقول ميسالش متأخر شوية، أما وأخيرا فقنا. خاطر السؤال يطرح روحه، أنا هاني أخت شهيد ونتابع في جميع قضايا الشهداء دون استثناء، عمري مريت أي منظمة حقوقية أو سياسيين أو المحامين اللي في مجلس التأسيس وفي مجلس نواب الشعب جاءوا وتطوعوا في قضايا شهداء الأمنيين كأنهم همش مستعرفين بحق الحياة للأمنيين. أتعس من هكا والله، كي تدخلوا القاعة الجلسات في جميع القضايا تشوفوا فيلق من المحامين الإرهابيين شيء يحشم بالعشرة والخمستاشر محامي، واللي نعود نقول فيهم حتى اللي في مجلس النواب وعائلات الشهداء تلقى زوز ثلاثة محامين. والأتعس من هكاك الفيلق هذاك يعطي فينا اليوم في الدروس في الوطنية، احشموا شوية بربي. شكيب، هذه من التدوينات لايزبيرغ، عرفتك اللي الظاهر منها ولا الخفي منها أكبر بكثير من اللي هو ظاهر، لأنه وما شنو ما خفي كان أعظم. لا، لأنه شوف ظاهر هي تدوينة مسمومة، معناه بمعنى أنه توخاد الكريشي في تدوينة واحدة يجمع بين استقالته من الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وبين الحديث على أنه يعتذر على أنه نائب إرهابيين قبل 14 جانفي وأنه الإرهاب ليس فزاعة وأنه له حاضنة سياسية. علاش يجمعهم هذوما في سلة واحدة ولا في تدوينة واحدة؟ تنساش الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، تعرف شكون رئيستها ولا؟ سعيدة العكري اللي هي زوجة نور الدين البحيري. هل الربط هذا ايش فما بالضبط؟ ايش حب يقول لنا؟ خاصة انه بعد عمل تدوينة اخرى يقرا واللي يجمع بيناتهم هو السيد قطب. هل انه بصراحة معناها يمكن اخفى برشا حاجات، ولكن اللي يعرف خالد ويشوف التدوينة وكأنه هذا موضوع اتهام الحركة النهضة انه حاضنة سياسية، اتهام الجمعية الدولية المساجد السياسيين كانوا حاضنة سياسية، كانوا هذه تدافع عن اللي انا تمنيت انه يكون اوضح وأفصح وأظهر في مثل الموضوع هذا. هل أنه هذا داخل زاد في العركة اليوم اللي بين الكتلة الديمقراطية وحركة النهضة اللي توا معقل بتونس على ائتلاف الكرامة؟ يبدو أن الموضوع يلزم برشا شرح. 8:44 دقيقة على يافا محلى غاديو قيد لنفوت خفيك ونرجع لنفو لاندوكس. انتم تسمعوا في لو سيت اوف مع ملاك البكاري من 7 لـ9 متاع الصباح على اي اف ام احلى غاديو. اي اف ام احلى غاديو. 8:48 دقيقه قبل اختيارات التشكيله نشوفوا انفو ولاندوكس. صيف 2020 من 7 لـ9 متاع الصباح اي اف ام سيت نوف على اي اف ام احلى غاديو. الاستيلاء على كمية من المشروبات الكحولية بعد تعطل شاحنة مخصصة لنقله جراء الفيضانات. أنفو ولا أنتوكس هذي؟ أنفو مليش نكتب أنفو. أنفو غماسيون سيتشونا مصائب قوم عند قوم الفوائد. هذي الفيضانات صحيح تعرفوا برشا ولايات في تونس صارت فيها كمية كبيرة من الأمطار وفيضانات كاغيمون. الناس لاهية اللي لاهي يسلك في كرهبته، واللي لاهي صفن سروال ويشق في الواد، واللي لاهي قاعد يهز في كمية الكول اللي طاحت من الشاحنه وقت اللي غطست في 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 فيضانات في في احدى ولايات الجمهوريه. نفس المشهد رينه في الثوره زاده هكا. ايه باوي باوي، لكن بطريقه باضخم معناها مضخم اكثر. ضروريات الحاجات الضروريه. صحيح ولا غلط؟ كرهبه نمثلوا بها في مسلسل ومن بعد كي نجيو نبيعوها نقولوا هذه الكرهبه الفلانيه اللي مثلت بها الشخصيه الفلانيه في الدور الفلاني في المسلسل الفلاني. صار ولا انفورماسيون وهذه للبيع سياره رئيف في مسلسل صيد الريم ما تصير كان في بلادنا. لا تصور تصير في كل العالم.
العالم، ويبدو أنه هذاك اللي أن أرجومون دو فونت هذاك اللي يزيد في القيمة متاعها. إيه وي به سمعتوا شي نسمعوا بسيلفيات، سيلفيات في الخدمة، سيلفيات في الأفراح، في المسارات، سيلفي طلاق صار ولا ما صارش؟ سيلفي شنو؟ سيلفي طلاق، سيلفي بتاع طلاق يصير وباقي في بلادنا يا جماعة. سيلفي هذايا اللي هو غير عادي المألوف كما قلت لكم، معناه في اللحظات السعيدة، لكن المرة هذايا طليقين اختاروا أنهم يشاركوا صورة سيلفي يضحكوا هما قدام المحكمة، دايو غير تشوف في التصوير اللي تابعوا فينا على ديجيتال لحظات بعد انفصالهم بشكل رسمي. يقول لك فوالا مش احنا اللي خايبين، العرس اللي خايب، العرس خايب شكيب. ضحك ضحكه مطوله، انا مصر اجاوب. لا اما نذكر حتى الناس كانت تحتفل بطلاقه، معناها تجيب النوار جاتو وتجيب الجاتو وتجيب كذا. اي ما هو المره السلفيه على التلفزيون. لا ما يبدو انه مؤشر باهي انه تبدا اداره طلاق هكا بالجو هذا ما تضررش الصغيرات، يظهر لي حاجه لازم يتم تثمينها. باهي قال لك مش احنا اللي خايبين، العرس اللي خايب، العرس خايب ولا باهي شكيب؟ لا ما عنده حتى علاقه، العيب فيهم هما مش في العرس. مدام تسمع تحيتي المدام والمرت الكابتن. هو ثم اللي يضحك عليها، اللي تبسم، اللي معلقة حكاية ضامرة، وثم اللي انتقد قالك شنية هذية، معلقة انت تسلفي أفراح وانت تحتفل بالطلاقة بتاعك. لا هذا ام بون ديفورس، هذا مش ام فيديو هكا تقول انت. به في تونس صحيح ولا غلط مواطن يرفع شكاية ضد المحكمة، قرار المحكمة أو يرفع شكاية ضد المحكمة، ضد المحكمة صحيح. يا ملاك إذا خصيبك الحاكم شكون باش تخصم؟ صحيح هذايا أصيل ولاية مدنين. المواطن هذايا يتقدم بشكاية لدى الإدارة العامة للتفقدية بوزارة العدل، رد بالك، ضد المحكمة الابتدائية بمدنين، يطالب فيها بإظهار حقه. المواطن كانت سلم في شهر سبتمبر 2017 من زميل ليه سيارة من تونس إلى مدنين، وصادف أنه توجه لمحطة بنزيل باش ينظفها يعني، ولقى زوز وليدات قاعدين يغسلوا في السيارة هذية، لكن واحد منهم عمد لتشغيلها وقيادتها والاصطدام بحائط المحطة وتسبب في أضرار كبيرة للسيارة. دونك فوالا، رغم محاولات وإقناع صاحب المحطة للتكفل بإصلاح سيارته إلا أنه رفض، قدم شكاية ضده وما تمش سماع صاحب محطة البنزين، يقول بسبب نفوذه في المنطقة وخليته يدفع برشا فلوس باش يصلحها هو على حسابه الخاص. فوالا دونك طلب انه يتم انصافه في القضية هذه، ماهوش مسلم من 2017. نوصلوا شنو اخر؟ نوصلوا نكملوا فيها فور لانتوكس ولا نمشيو الاختيارات؟ يلا خلينا نمشيو الاختيارات التشكيلة. وقيت كابتور ديكران، نبدا بيك شكيب تفضل. شوف ملك، انا مش نحكي على كتاب اليوم، كابتور ديكرام تاعي هي كتاب، والله نسيت ما بعتش الصوره نتاع الكتاب لامينه. كل الاعتذارات لامينه. كتاب عنوانه بنات السياسه، هو كتابه جماعيه، عرفت يقول لك لا يطيب الطعام، لا يطيب الطعام الا بكثره الانفاق، الا اذا كثرت عليه الايدي، لا يطيب الطعام الا اذا كثرت عليه الايدي. والكتاب هذا فيه برشا يدين، وهذاك علاش من الكتب اللذيذة جدا. بنات السياسة يحكي على بنات السبعينات، يحكي على بنات بيرسبكتيف، يحكي على البيرسبكتيفيات. فيه أمال بن عبا، فيها دليلة محفوظ جديدي، فيه زينب بن سعيد الشارني، في ساسية الرويسي بن حسن، في عايشة جلوز بن منصور، في ليلى تميم بالليلي، فيه ذاكرة لانتهاك الجسد والروح، في سردية لوجيعة وحفلات التعذيب والشوق للسيفيل، وتونس يما يبهية على طريقة الشيخ إمام، في حديث عن قطع الأرزاق ووجه لوجه مع الاستبداد، وفي حديث عن قصر الأميرات ملاك، سجن من نوبة لنساء. كتاب يرد فيك الروح، في حرارة الحبر، في رهافة الحس، في قلب كبير حتى هو ينزف ومتعب. كتاب يحبب لك تكب ما قريت عليه قرآن والدعاء خلف أحبابك وناسك، باش ربي يفرج عليهم ويفك ذيقتهم وربتيتهم. كتاب حل عينيك على أنه الثورة التونسية، الديمقراطية التونسية فينيغابل، فغجيل، هشة، غضة، عودها رقيق، وديمقراطيتنا هي بنت نضال رجال ونساء، أحرار وحراير، ومنهم نساء ومنهم حراير بيرسبكتيف. ثورتنا، ديمقراطيتنا عزيزة وغالية،
ما تتقدرش بفلوس، ما تهونش. الشدة فيها وفي ربي. ملاك البكاري كتاب بنات السياسة هو هديتي ليك اليوم. اوه ميرسي بوكو. دايوغ يعطيها صحة أمينة، حتى احنا ما عدينا لهش التصويرة، سي بون موجود اللي تبع فينا في الديجيتال. بنات السياسة موجود على الديجيتال. يعطيك الصحة شكيب، باش نقراه ونرجع لك نعطيك الامبرسيون نتاعي وتقييمي لي. خولة توي، مازالت خولة. لا عندي المهم تجي، عندي عليها هدية خاصة. غدوة تجيك كمالة، غدوة تجيك. يظل لي تشوفوها أمور الكتاب شنية مع حوالي الليكتور مع خولة. يلا نختم معك مجدولين. أنا اخترت زوج صور، اخترت صورة الشهيد واخترت صورة شعار الحرس الوطني. 6 سبتمبر 2020 اللي هو البارح هي الذكرى 64 لانبعاث الحرس الوطني. كنا نعرف تزامن مع عملية إرهابية أدت لاستشهاد عون الحرس الوطني سامي مرابط الله يرحمه. كيف كيف الله يشفي العون اللي الحمد لله طويكة يعني خرج من الحالة الخطر رامي الإمام، والله لا تشوي عائلته فيه يا ربي ويشفيه. الثأر والقصاص لغير، أنا نمن بارشة بالثأر والقصاص. إبادة 3 إرهابيين. فداء الوطن هو شعار الحرس الوطني، أما شنو الفرق؟ كونه شعار هذا رفعلي، مش كيف الشعارات اللي نشوفوا فيهم في الخطابات السياسية وفي البيانات متاع الأحزاب وفي التدوينات الفيسبوكية. فك جماعة القلقين اللي يعنوا في الفيديو، شعار هذايا الشعار بالفم والملاي، شعار الدم وقت اللي نقولوا فداء الوطن، شعار اللي هم الوطنيين والصامدين والثابتين، شعار الموت والحياة للي يعرف قيمة الاستشهاد لتونس، شعار الشموخ والعزة يا أيها الأنذال والمنافقين والانبطاحيين وتجار الوطن وتجار الدين. إلى بواسل الحرس الوطني، دمتم ذخرا وفخرا لهذا الوطن، خاطر رغم اللي للأسف الإرادة السياسية كانت غايبة في فترة ما وقالوا الجيش مش مضمون والأمن مش مضمون، الحرس الوطني منذ الثورة قام بأكثر من 380 عملية ناجحة في مكافحة الإرهاب، ومعهم الحمد بن قردان، إبادة لقمان أبو صخر، عوف أبو المهاجر، حاتم ومحمد بزدوري، ناصر دريدي، القذقاذي، مراد غزلاني، لحبيب الحاجي، نجب الدين الغربي، طاهر جلجلي، هذوما الكل إرهابيين. الجماعة اللي تتبع ساعة في ملف الإرهاب، خاطر برشا فيكم بتاتخ ما يعرفوش أسميهم. في الأخر ما نجم كان نقول عاش الحرس الوطني وعاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر. تحية كبيرة للمؤسستين الأمنية والعسكرية اللي تشوفوا كي نعيشوا ظرف صعيب كيف ما اللي عشناه البارح في سوسة، ديما هما تلقاهم في الصف الأول، ديما هما جوستومون ما يتأخروش ولو للحظة على أداء واجبهم، رغم اللي بارفوا الفاتورة تكون غالية، تكون روحهم، تكون عائلتهم اللي تقعد من بعضهم صغيرة، ورغم ذلك وتكون شوية أبائهم أمهاتهم وزوجاتهم وأولادهم. ورغم ذلك يا ملاك، علاش أنا ديما نحب نذكر، رغم أني الوجيعة تبقى كالعائلة تحسها يكذب عليك، لكن هما ديما في الصف الأولاني للدفاع عن الوطن وحرمة الوطن، وعمرهم لا طالبوا لا بزيادة بالشهرية، لا عملوا اعتصام ولا سكروا كياس. تحية لهم الناس الكل، ربي يرحم شهداء الوطن. 8:58 دقيقة على إيافا محلى غاديو. هكا نوصل الختام حلقتنا اليوم من سات نوف مع شكيب درويش ومجدولين الشاني. نخليكم مع قسم الأخبار وآخر مستجدات الوطنية والدولية أكيد في الفلاش أنفو مع سلمى هلال، لكن قبل ذلك الميتيو مع ألفا. شكرا لكم أنتم اللي كنتوا في الاستماع لنا على مدار الساعتين. شكرا أيضا لخليلو في الإخراج، في الإعداد أمينة بوغنجة، كنزة في الديجيتال، محمد مرزوقي في السيت وفي المونتاج يسر. يعطيكم الصحة، موعدنا غدوة يتجدد في نفس التوقيت على يافا محلى غاديو. إلى اللقاء، نهاركم إن شاء الله سعيد، مبروك.